صعبة جدا بالنسبة لي. يعني أنا موجودة بتكليف من صديقتي الإعلامية أستاذة شفكي المنيري. هي طبعا كان المفروض هي تيجي تستلم التكريم، الفنان راح الله يرحمه ممدوح عبد العليم، لكن للأسف هي حالة نفسية سيئة ومش قادرة تخرج من الحالة دي ببساطة. وهي اعتبرتنا أنا يعني بالنسبة لي صديقة عمر، طبعا ممدوح زميل وصديق عمر، ونعرف بعض من واحنا صغيرين قوي من أول ما التقينا في أول عمل في فيلم البليل. يعني وقتها أنا كنت في سنة أولى في المعهد، يعني من عمري 17 سنة وأنا بتربطني بيه صداقة كبيرة، والتقينا في أعمال عديدة، في أفلام كتير، أعمال كتير جمعتنا وصداقة جميلة. فنان ممدوح عبد العليم الحقيقة نموذج فريد من نوعه، يعني نموذج فعلا للفنان المحترم الملتزم اللي بيحب زميله جدا، اللي بيحب شغله جدا، عنده التواضع وإنكار الذات. هو حالة خاصة جدا جدا جدا، يعني قيمة كبيرة للفن ولأهل الفن. في كل الحالات رحمة الله عليه وعلى كل زملائنا اللي فقدناهم، بشكركم جدا.